عودة جمال مصباح وإسحاق بالفضيل إلى صفوف فريقهما بارما الإيطالي لا يعني بدايتهما الموسم الجديد في التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب روبرتو دوناردوني. مصادر إعلامية قريبة من بيت الجيالو بلو أكدت أن الثنائي الجزائري لا يدخل ضمن الخيارات الأساسية للناخب السابق للأتزوري ما دام هذا الأخير يفضل مواصلة الاعتماد على ماسيمو غوبي في الجهة اليسرى للدفاع، بينما حسم المدرب الإيطالي خياراته مبدئيا في القاطرات الأمامية بالاعتماد على الثلاثي بيابياني كاسانو وأماوري، وهو ما يجبر المهاجم الجزائري إسحاق بالفضيل على مضاعفة الجهود لتغيير وجهة نظر دوناردوني بعدما برز كثيرا تحت إشرافه الموسم ما قبل الماضي قبل انتقاله إلى الإنتر، علما أن بالفضيل يطمح للعودة إلى المنتخب الجزائري بعد رحيل التقني البوسني وحيد علي لوزيتش.